عبد العزيز سمير عبد العزيز المنسق العام لجبهة إرادة شعب مصر. بداية وقبل أخش في تفاصيل، إحنا لسه جايين دلوقتي برضو بمؤتمر وتدشين جبهة تحت مسمى جبهة شباب مصر ضد الإرهاب، وبرضو كان متواجد شبكة يقين. فأنا عن طريقكم وعن طريق الشبكة المحترمة بكون كل تقدير وكل احترام للأستاذ يحيى المسؤول عن شبكة يقين. بالأمانة والأمانة تقول إن هو في كل مكان متواجد في أي مؤتمرات أي أعمال موجود. فأنا عن طريقك وعن طريق هذا المؤتمر اللي هو ضد الإرهاب بشكر الأستاذ يحيى على تواجده وعلى شبكة يقين وتواجده في كل مكان. ثانيا، وجودنا النهاردة كشباب جبهة إرادة شعب مصر، جبهة إرادة شعب مصر الحمد لله بقى عمين متكونة من 16 محافظة على جميع مستوى جمهورية مصر العربية. جينا النهاردة بنؤكد مساندة الجبهة جميع مؤسسات الدولة ووقوف الجبهة في جميع مراحل الدولة، تدعيمنا الكامل لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جينا النهاردة برضو نؤكد ان يوم بعد يوم بيثبت ان اللي بيحصل في مصر في 30/6 ده بالفعل إرادة شعبية. بعد العمليات الإرهابية بتحصل برضو بيأكد ان 30/6 هي ثورة شعبية وليس انقلاب عسكري ضد جماعات إرهابية. جينا النهاردة عشان نؤكد ان جميع ان احنا بجوار جميع مؤسسات الدولة، طبعا بنرحب بمبادرة حزب مصر القومي الذي برئاسة المستشار رفائيل بولس. طبعا المستشار رفائيل بولس شخصية محترمة جدا، حزب مصر القومي من اعرق الاحزاب في مصر. فلما لقينا سمعنا المبادرة، احنا بنسمع مبادرات كتيرة في احزاب كتيرة، بس احنا جينا حزب مصر القومي نظرا للحزب ان هو بيمتاز بفعاليته في الشارع كويسة. وحزب مصر القومي طبعا رحمة الله ادام ذكرنا حزب مصر القومي فالمفروض نذكر رحمة الله عليه طلعة السادات. طلعت السادات رحمة الله عليه هو يعتبر مثل أعلى لنا جميعا. طلعت السادات رحمة الله عليه يعتبر مثال يحتذي به شباب مصر. دي فكرة احنا جينا النهاردة برضو جينا نؤكد في طلباتنا ان احنا تدعيمنا الكامل مع مؤسسات الدولة، تدعيمنا الكامل مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الارهاب وضد التطرف، تدعيمنا الكامل لشرطة مصر، تدعيمنا الكامل للجيش المصري لرفع اسم مصر والقضاء على النظام الارهابي المتطرف.